مستشفى الأمم، الأستاذ الدكتور سيد الأخرس، المركز المتكامل لعلاج بطانة الرحم المهاجرة وجراحة المناظير والحقن المجهري، مركز شايني وايت لطب الأسنان، الأستاذ الدكتور شادي علي حسين، ابتسامة مشرقة لامعة في أمان وبدون آلام. Let's go, girls. يعني انا لو اتاحت لي فرصه في يوم من الايام ان انا اقدم مسابقه كمال الجهل العالم دي، مسابقه هبقى مش يعني مش هتاخر والله، يعني انا هقدمها كويس جدا وربنا هيوفقنا جامد جدا مع بعض. اللافت للنظر انه ملكه جمال سنه 66 تختلف عن ملكه جمال 2014 او 2015، موضوع مختلف تماما. زمان كان في ترهلات على فكره، زمان كان مقبول بنت ست تبقى فيها مش ترهلات، مليانه شويه، ترهلات عمرها ما كانت مقبوله. مالي بطن طالعه سنه، في جناب شويه، لا دلوقتي لا. دلوقتي حتى اللبس نفسه مش سامح بكده. يعني السليم فيت هو دلوقتي خلاص جنابك مش هتعرف تلبسي سليم فيت. عندك بطن مش هتعرف تلبسي بتاع، والراجل نفسه نظرته مختلفه. الراجل بتاع زمان اللي هو في الخمسينات والاربعينات كانت مقياس الجمال عنده الست تبقى مليانه شويه، دلوقتي لا، دلوقتي ممكن الراجل انت عندك بطن، انت عندك جناب، وكذلك الرجل. الرجل زمان كان يصدق عليه المثل الراجل اللي ما عندوش كرش ما يسواش قرش، دلوقتي الراجل اللي عنده كرش عنده امراض كتيره، غير كده شكله مش حلو. وطلعهم هو اشاعه في اول السنه في الصيف خموا بيها الشباب، قالوا لهم الموضه السنه دي كرش، طلعت خمه، طلعت اشتغاله، والاولاد ربوا كرشهم شويه، وطلعت طبعا مش موضه ولا حاجه، شكل قميء جدا ان بطنك تبقى طالعه لقدام. الدهون والتعامل معها والاختلاف والنظرة والخلاف على ماذا أترك مش ماذا أشيل، هو ده هيكون محور حوارنا النهاردة طبعا مع واحد من الكاريزمات الكبيرة في عالم جراحات التجميل وأيضا اليد الماهرة في هذا المجال. والحقيقة زي ما أنا كنت بقوله على الهواء قبل كده، يعني قبل الهواء، أن أنت فرضت بكاريزمتك صورة معينة في شرح عمليات تجميل لدرجة أنه أنت بتتمتع بتطبيق رائع لهدف البرنامج وهو الانفورتينمنت، اللي هو المعلومة مع الإمتاع أثناء سردها. القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير الأستاذ الدكتور حاتم السحار، أستاذ واستشاري جراحات التجميل، أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، وعضو الجمعية الأمريكية للتجميل والحروق، وعضو الجمعية المصرية لجراحات التجميل، الاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا دكتور. وحشني والله. ربنا يخليك. بس أنا ليا سؤال بقى، أنا هشرب مذيع الأول. أنا هسألك سؤال واحد بس، بما إنك بقى دكتور بطنة، ودكتور بطن بيعرفين هم بيمققوا في الحاجه وانفستيجيشن والكلام ده كله، ايه الحاجه المشتركه بين 66 و 2014 في ملكات جمال العالم؟ في ملكات جمال العالم؟ اعتقد ان الملكه في الاثنين كانت سمراء. لا هو دايما اوحش واحده في كل مره هي. انت بتلاحظ كل ما نتفرج على ملكات جمال العالم يعني حاطين في دماغنا في واحده بتبقى يعني متميزه، الوحيده اللي تخرج من اول الدور. يعني من اول راوند وحتى في مصر على فكره ساعات بيطلعوا حد في الاخر اللي هو انت بتبص كده يعني نفسي اعرف هم بيشوفوا ايه احنا مش شايفينه يعني. انا فانا قلت لك الحاجه الكومن من 66 لحد دلوقتي ان مش احلى واحده دايما هي اللي بتكسب. هم عندهم مقاييس كتير، الرشاقه والثقافه بتلعب دور كبير في ما ينفعش انت تتقدم وانا بقى في لجنه التحكيم. ما انا يعني عموما لو جالي عرض ان انا اروح مش هنساك. بالظبط يعني والله اقول له الدكتور خالد عايز بقى لجنه التحكيم هيستفيد هنستفيد. هدي ضغط. قول لي الانفورتينمنت، المعلومه مع امتاع شرحها، هل ده مع مرضاك كمان؟ انا هقول لك حاجه صغيره، انا عامل يعني مع المرضى الريليشن شيب باكل معاه. لو حد جاي مثلا من سواحل سمك والجمبري ده بيجي لي ونقعد ناكل مع بعض كل اول عيانين، بكلم جد انا والعيانين والتيم بتاعي كله من اول العامله في اوضه العمليات بالممرضه بدكتور التخدير. انا التيم بتاعي سابق. هو انت عندك طاقه ايجابيه جيده. يعني في مره كانت حاله يوم جمعه. انا عندي عامله
اللي هي ماسكه العمليات اسمها منال، انا بقول اسمها منال. منال دي بتجيب لنا سمنه من المنيا. حلو قوي. واحلى فول الصبح مع الصبح تاكله من منال ده. بس تقعد بالفول ده لحد يوم الاحد ما تاخدش حاجه خالص. ففي مره اهل العيانه كنا عملنا عمليه، قلنا ما هنفطركم معانا، ودخلنا الاوضه بتاعتهم ومنال جابت صينيه الفول وقعدنا كلنا ناكل فول وعينينا نايمه جعانه. مش بهزر، جاي بكلم بجد. ده بيحصل، هو ده بيعمل، هو ده التراست هنا. ما انا هرجع تاني لاخر سؤال، ده هيبدا معايا حوار حول تراكم الدهون. هبدا معاك بسؤال انا سمعتك مره بتقوله لي، مش المشكله شيل قد ايه، المشكله سيب قد ايه. هو ده بدايه السؤال. انا اقول لك حاجه، هو الاول بس، هو تراكم الدهون ده بقت مشكله كبيره في مصر. انا يعني بشك ان الاكل النوعيه، الاكل اللي احنا بناكله الايام دي غير بتوع زمان. انت لو تلاحظ بتوع زمان، ايام اللي بتشوف الافلام الابيض واسود، السيدات زمان كان في اكل وكان بياكلوا كويس، بس ما كانش فيه الاحجام اللي موجوده دلوقتي، او تراكم الدهون بشكل ملفت للنظر. يعني ايه ملفت للنظر؟ لما تبقى ست مليانه كلها على بعضها، ده مفيش منه مشاكل، او راجل مليان، انما دراعات بس، رجلين بس، اغداف بس، بطن بس، اللغد ده بقى حاجه منتشره جدا في البنات الصغيره بس. ايه ده؟ ففي حاجه غلط. اولا جينيا لا، احنا او جداننا كانوا شكلهم كويس. انت لو تشوف الافلام ابيض واسود ما بتشوفش واحده مليانه، او كلهم جسمهم مظبوط، مع انهم كانوا بياكلوا كويس جدا. كلهم يعني جدتي وجدتك كانت بتخش بالسمنه البلدي. طبعا. وكانت بوضعك ليها. على فكره في فرق كبير بين الاكل، اصل انا قعدت فتره اكل اكل بيت بس. وكنت باكل يعني بشهيه اكل بيت بس، جبت حد يعمل لي اكل مخصوص في البيت. اوكي. لقيت انه اكل البيت يختلف تماما في الاحساس والتاثير والهضم عن تماما فود. عن الفاست فود، عن الاكل بره، مش الفاست فود. انا الاكل بره، اكل بره كله. حتى لو بتاكل في مطعم يقال انه بيعمل اكل بلدي، بس المكونات اللي بيستخدمها بره مش معروفه. مش معروفه. فانت عندك الاكل ده خلى في مشكله كبيره جدا، ان مفيش سمنه عامه، بقى في سمنه موضوعيه. يعني ايه سمنه موضوعيه؟ يعني الدهون موجوده بالبلدي كده في اماكن دمها تقيل. يعني ايه اماكن دمها تقيل؟ يبقى جسمك من تحت كويس وجسمك من فوق حاجه تانية. كويس، جسمك من فوق كويس وجسمك من تحت حاجه تانية، او جسمك كويس بس فيه دفوهات، في حاجات دفوهات. احنا نشاط الدهون معناه الاتي، هو نحت للجسم، ان اساوي الجسم كله على بعضه. الحته العاليه اخليها تساوي الجسم كله، والحته العاليه دي بيبقى فيها مشكله غريبه جدا. البنت تيجي تقول لي انا، او الولد يقول انا بعمل دايت وهريت نفسي دايت، اخس كله ما عدا المنطقه ايه دي. ولما اتخن اسرع حاجه تتخن عندي المنطقه دي. قالوا ما هي دي فعلا كده، المنطقه دي اللي متكن فيها الدهون هي دي فوق عندك، والدفو ده صعب يخس وسهل جدا ان هو يزيد. فالحل الوحيد ليه ان انت تشفط هذه المنطقه، تشفط الدهون من هذه المنطقه بحيث تساويها مع الكنتور او مع حد جسمك على بعضه. تلاقي حاجات غريبه جدا، تلاقي الولد جسمه كله كويس وصدره، ودي منتشره قوي، تسدي عند الرجال. تلاقي البنت كويسه. يعني في اماكن معروفه عند الرجاله اكتر من اماكن معروفه عند الراجل، الاتي رقم واحد الثدي والجناب. السيدات الجزء التحتاني. لا بس في الرجاله برضو في حاجات تانية اضيفها لك. مثلا بدات تنتشر، يعني في رجاله بتعاني من ان في تجمع دهون في الارداف. دي في رجاله دلوقتي بتعاني من التصاق فخدين، تجمع ده دهون ده, ده, ده حاجه بقت كومن جدا رجاله وستات. طيب ما هو ده حاجات. المشكله في ايه بقى؟ المشكله ان هي بتيجي تجرب دايت وتجرب مش عارف ايه والكلام ده كله، جسمها كله يخس مع هذا المنطقه دي. طب ما ده حلها بسيط، انت مجرد بعمليه بسيطه جدا تروح شافط منها الدهون فاتحه ما تكملش سنتي، تروح شافط الدهون من هذه المنطقه والنتيجه بتبان في وقتها. كويس. فانت الاماكن اللي بتشوفت منها دهون اماكن كتير اهو، الدراعات من جوه من بره ومن جوه، اللي هي الجزء الخارجي. في ناس دراعها منظره مرعب. لا الدراع ده يا جماعه ساعات بيبقى كارثه. والدراع عند المرأة مهم جدا، الأغداف، الجنبين، اللاف هاندز اللي هي أماكن الوسط اللي بيسموها لاف هاندز عشان بتاعت الرأس والكلام ده كله. الأغداف، الفخاد من جوه، المنطقة الجديدة جدا اللي حوالين الركبة. الحتة اللي فاتت دي. حوالين الركبة. الحتة اللي فاتت، بصوا الداخلية دي. بيقول لك الحتة دي كتير قوي، يقول لي ألبس أي حاجة الحتة دي تبقى شكلها وحش قوي عندي. طيب الأماكن دي ممكن تشوف بمنتهى السهولة. وفوق الركبة. فوق، مش فوق الركبه نفسها، الحته الثانيه اللي فوق الركبه. ما هو بيقول الحته دي بالحته اللي جوه. بيبقى منظرها وحش جدا، مخليه منظر رجلها او منظر رجله وحش جدا، وده سهل جدا الشفط. الشفط، طيب الشفط انا عايز اقول لك حسبه بسيطه جدا، الناس بتقلق من الشفط. الشفط فتحه صغيره بشفط منها دهون. الحسبه ثابته. يعني ايه ثابته؟ انا شفطت من دهون من منطقه، المنطقه دي هيحصل لها ايه؟ هتفضي الدهون اللي فيها.
وبعدين انا اسف باللفظ قلتها مغل على عينك يا تاجر، ما انت صح وشايف دهونك طالعه معاك اهي. المنطقه دي يحصل لها ايه؟ هيحصل ان الدهون اللي فيها تروح، يبقى فاضل ايه؟ فاضل ان الجلد يغض ويوصل ليلزق على المكان الجديد بتاعه. طب الجلد يغض ازاي؟ ده بتاع ربنا ان الجلد يغض ويرجع لوضعه الطبيعي، بيعتمد على عوامل كتير، انت مدخن ومش مدخن وسنك كام ومش عارف ايه، ويعتمد على نوع الشفط اللي انت عملته. انت شفطت عادي ولا شفطت بالليزر وشفطت بالفيزر؟ والناس كلها تيجي تقول ايه، والنبي عاوز اشفط بالليزر والنبي عاوز اشفط بالفيزر، تحس ان انا والله العظيم ما بتعتبه اتنين فيزر وواحد ليزر كويس، وخدي وخديهم في كيس وتمشي بيهم. الموضوع مش كده خالص، والله العظيم الموضوع ما كده خالص. لا انا ده كلام مين؟ عارف اللي بقى يعني زي الهوم ديليفري لما بيقعد بيطلب مثلا حاجه عايز اتنين جبنه واحسن حسن لا والله حضرتك تشفط لي بايه؟ فيعني قلت لها انت تفرق معاكي في ايه ولا تفرق معاكي النتيجه؟ كويس، اول كل بيش بيشفط كونفنشنال عادي دلوقتي، قليل قوي بيشفط كونفنشنال دلوقتي اللي هو الطريقه الشفط العاديه، كله بيشفط ليزر ولا فيزر، ويقول لك بقى الليزر يحرقني من جوه ويحرقني من بره ولا الفيزر مش عارف ايه. الليزر حاجه والفيزر حاجه، كويس، زي انت عندك شوكه وسكينه، الشوكه بتمسك بيها والسكينه بتقطع، كل حاجه وليها استخدام مختلف. ده كلام مهم قوي، كويس، كلام مهم قوي، كل حاجه وليها حاجه. انت شوكه وسكينه ومعلقه هقول المعلقه ايه. كويس، فانت تيجي تختار الحاجه على حسب العيان، العيان فيه تغير مش ده شفط بالليزر. الليزر بالبلدي كده في حاجه مهمه جدا، ان هو يشفط كميات كبيره بدون فقدان دم خالص. انا مدخل الكانولا بتاعتي، هي نفس الكانولا بكميه سنتي، مدخل جوه الدهون، الدهون بقى نحي ماده اللي هي بتعمل فازو كونستريكشن، بتوقف النزيف والكلام ده كله، ومن قبل كده طبعا بنعلم المناطق ومش عارف ايه والكلام ده كله، هنخش في دهون، ودي مناطق المشهوره تجي عند السيدات اللي هي الارداف. ونخش بالكانولا، فتحه ما تكملش، لا الفتحه دي كبيره قوي، لا ما هي اصلا مقربه، هم مقربين قوي الصوره. الكانولا دي بتخش تروح شافطه الدهون، وبيبقى معاها ساعات كتير قوي شعاع ليزر، او بيبقى معاها شعاع ليزر بيوقف الشعيرات الدمويه انها تنزل في المكان ده. ونقفل الفتحه دي، وحتى بنحط عليها ساعات، انت عارف بتاعه الاي سي جي ليدز دي اللي هي الحاجات الصغيره، الفتحه الصغيره دي يعني، بس ده كبير برضه العيال بانديت، عارف هي اللي بيتحط عليها البلاستر بتاع الحبايه ده، اللي هو زي البلاستر اللي بيتحط على حبايه مثلا طلع. اهم مش حاجه بقى في ده كله الكوكسيه. الناس بتلتزم؟ لا، الكوكسيه نفسي افهم، بس الكوكسيه بتلبس تحت، خانقها من فوق ازاي لحد دلوقتي مش فاهم. يقول لك خانقني. يعني ايه خانقني؟ هو انت مش عارف، مش خانقتني؟ بتقال لك في البيت. ايوه أنا على فكره في بنات كتير قوي مثلا بنضحك عليها، معلش، بيبقى عندها دفوهات، فيقولوا انت عارف في اعلانات بتطلع تقول يقول لها وليه تعملي شفط دهون، وليه تروحي تعملي مش عارف ايه، ده انا هنبيع لك كرسي، بيبيعوا لها كرسي على ان هو هيعمل شفط دهون. لا لا ده حاجه حاجه دمات. عارف انت الكرسي اللي يقول لك والبنت تلبسه قال لك تخينه، وبعد هو بقت كده بقت خلاص جو كرتون. في ناس كتير دماغها مرتبطه بميكي وبطوط. وحاجه ثانيه، بس في حاجه بقى انا عاوز اقولها رساله، الاهالي اللي خايف على بنتها تعمل العمليه دي. انا بيجي لي مقاسي ان البنت تيجي ونفسها تعمل عمليه ونفسها تعيش احساس ان هي بنت، والمشكله اللي واقفه عليها ان بابا او حد من الوالدين ما تعملش العمليه دي لحسن انت ممكن يحصل لك حاجه. حاجه ايه اللي تحصل؟ ما هو يعني انا في على فكره الموضوع ده انا يمكن اول مره اتكلم فيه، ده حصل يعني انا بشتغل مصريين وعرب بقى لي سنه، حصل بتاع 14-15 مره. انا بكلمك على عدد، ان انا لدرجه ان ساعه ابهات بجيبها عندي العياده عشان اقنعها. المصريين والعرب، انت المصريين بالذات، المصريين في السنه الاخيره دي، السنه الاخيره دي، لكن الاجانب طول عمرك. طول عمرك انا اجانب يعني انت الصدام. انا مش هسالك ايه اللي حصل. اللي حصل ان هي بس تيجي تقول ايه والدي مش هي بتيجي لوحدها تكشف العياده، وبعدين خلاص تحدد مع العمليه تقول والدي مش موافق. طب يا بنتي اصل والدي كان معارض وانا جيت من وراه ومش عارف ايه والكلام ده كله، وهيقال لي هيحصل لك ايه في العمليه ومش هيحصل لك ايه. هيحصل ايه؟ احنا بنتكلم انت صاحيه جوه العمليه، لدرجه ان في واحده منهم خليتها تاخد الموبايل بتاعها جوه اوضه العمليات تكلم باباها طول ما هي قاعده وهنشفط الدخول، وانا هاجمع باباها في التليفون يعني، انا عمال اشفط وعمال هاجمع اقول له بنتك يعني فاتحه السبيكر وشغال. والله ماسك التليفون على الدكتور اسامه، الدكتور التخدير اللي معايا، حاطط الموبايل على ودنها وعمال تتكلم، ما عشان بس اهدي الموضوع، لان انت لا تتخيل يعني. طبعا ده مش موجود في الاجانب. لا لا اجانب ايه؟ والله العظيم انا في واحده عملت لها شفط الساعه كام؟ الساعه 11، الساعه 7 بالليل، 9 10 بالليل، كانت رايحه ميتنج
مش بقول لك هم عندهم تقبلهم للحاجه وما فيش وجع وما فيش اي حاجه. احنا شعب عاطفي شويه, بنكبر الامور بتبقى مقاسات عاليه جدا, اكس اكس لارج واكس اكس يعني تريبل اكس لارج. احنا عاطفيين وبنخاف, والخوف الداخلي اللي قدامك اللي جواك ده هو اللي بيخلي الدنيا بتحس ان الدنيا صعبه قوي. دي فاتحه بشفط منها الدهون. وتاني حاجه يا جماعه, احنا مش يعني النتيجه ان تخسي ده بيبان وقتها, يعني انت ما هو دهون اتشالت ملهاش اوبشن, بتخسي في نفس الوقت. بس عشان الجلد يرد بقى والكلام ده كله بتاخدي مثلا انت بيسك قصي شهر شهرين لحد ما الجلد يرد وياخد وقت الشكل بتاعه. نشفط بايه بقى, ليزر او فيزر؟ لو كلمات قلنا الليزر, الليزر ده شفط كلمات كبيره تمام. شفط الفيزر بقى, الفيزر فور هاي ديفينيشن. يعني ايه فور هاي ديفينيشن؟ غالبا او الفيزر ده عباره عن ايه بس الاول, على هاي فريكوانسي الترا ساوند بيعمل ايمالسيفيكيشن للفات. يعني ايه؟ بيدوب الدهون. انت طبقه الدهون عندك طبقتين عشان تبقى عارف, طبقه اللي هي بتطخن فعلا وطبقه اللي تحت الجلد على طول. الطبقه اللي تحت الجلد دي هي اللي بترسم الجلد على الجزء اللي تحتيه. فانت مجرد نفس الفتحه اللي دخلنا منها الليزر ممكن نخش بيها بالفيزر, بيساعد او بيعمل ايمالسيفيكيشن للفات من ناحيه الاول. على فكره الحقيقه ده في كل البتاع, في كل انواع الشفط. وبعدين بيخش بالالترا سونيك ويفز او بالويفز بتاعته بيسيح الدهون او بيعملها ايمالسيفيكيشن, بيعمل ايمالسيفيكيشن او يعني بيسيح اي دهن قدامه حتى الدهن بتاع الجلد, فبيخلي الجلد رقيق فبيلزق على العضله اللي ايه اللي تحتيه بالبلدي كده, وبيساعد ان الجلد يغض كمان. فده انت بالظبط كده زي الراديو عندك. كان زمان الراديو كان فيه زرارين, زرار يجيب لك الموجه من بعيد وزرار يعمل فاين ادجستمنت. ايوه مفهوم. هم ده الزرارين بتوعك. طيب انا بس سؤالي الكلاسيكي, الليزر بيشفط كميات كبيره والفيزر بيشفط بيعمل بيشفط كميات كبيره برضه بس تقيل قوي على العيان. احنا نشفط الاول بالليزر وبعدين ممكن نعمل بعد كده هاي ديفينيشن تظبيطات بالفيزر. طب يعني معلش سؤال كساسي, ليه ما نبداش بالفيزر؟ هياخد وقت طويل؟ ياخد وقت طويل جدا. ياخد وقت طويل جدا. وبعدين انت بتتكلم ايه؟ انت عارف نظام العيانين قاعدين على باب العمليات؟ دي قاعد الساعه ساعتين ثلاثه عمال يعدوا عليك برضه. انت عارف اللي بيعد. وقعدت يا دكتور 4 ساعات يا فندم. على فكره دي يعني دي من ضمن العيوب اللي تتقال على اي عمليه ايا كانت بقى في الطب كله. لو حد قعد مثلا ساعتين, لا انا اقول حاجه بس, ممكن جدا يكون قاعد الساعتين احنا بنظبط حاجه هو صح. انا ما بشتغلش الا 4 ساعات, انا بشتغل منهم ساعتين. الساعه الاولانيه عشان تبقى عفنان, احنا ممنوع العيان يقول يعني التجميل ممنوع يقول يعني ايه ممنوع؟ ياخد البنج بشويش ويحط املة اللي هو مخدر الموضوع قبل ياخد البنج كويس عشان ما حدش هجين ندلع على العيان. وبعد ما نخلص ساعه يتمسح ويلبس كوسي بتاعه اوضه العمليات ويتلبس كل لبسه قبل ما يخش, ارجع لهم سمايلنج. يعني انت لو تشوف مظهر عينه خارج اتس ايزي اتس اوكي, وسمع عباسه حموده بتاعنا وسمع فيروز بتاعتنا وسمع مش عارف ايه بتاعنا ويخلص الموضوع بتاعنا. بس احنا غيرنا الاغاني بقى اقولها لك. في حاجه جديده غير فيروز؟ فريد الاطرش. ده بعشع فريد طبعا. فريد له طعم جميل جدا فريد. طب انا عايز اروح لشد البطن ونرجع للحاجات دي. شد البطن ليه انا عايز اروح له؟ بص يعني ايه كلمه شد؟ شد يعني اشد. بص جلدك عامل زي الاستك. الاستك لو قعدت تعمله كده كل شويه الاستك هيفقد الايه؟ المونه بتاعته. كويس؟ ده رقم واحد. طيب الاستك ده ما يقدرش تمسكه في اي حاجه ثانيه. الناس تيجي تقول انا عاوز اشفط من بطني دهون. اوكي تعالي شفط دهون, اشوف بطنها الاقي نص بطنها واقع تحت رجليها. يعني نص البطن ما تحت الصدر مدلدل خالص. مدلدل خالص. يا ست الكل انا ما ينفعش اشفط لك دهون. لا انت قلت في البرنامج انت ممكن تشفط دهون. ما انا ممكن اشفط دهون, بس انت بتتكلمي ان اخد منك فلوس واسرقك, ولا بتتكلمي ان اطلع بطنك واحده تانية؟ قالت لي تفضل بقى تفتح بقك بس انا وجرح ومش جرح. ايه اللي بتكلمي عليه؟ اولا ده بنج موضعي وده بنج موضعي, ده نفس الوقت نفس الوقت. بس الفكره ان هزود على الشفط والنحت بتاعي ان هشيل الجلد زياده واشد عضلاتك, العضلات اللي هي اترهلت بسبب الحمل, الجلد اللي وقع بسبب الحمل. وبعدين الجرح بيبقى تحت وبيروح في خلال فتره وجيزه, بيروح خلاص بيبقى خط مش باين. بس بترجع بسلمها الثلاث حروف سي. سي سي من الجنب من هنا الشفط والشفط, وسي من الجنب من هنا, وسي اللي فوق دي تبقى شفط وشد عضلات اوكي, ومعاها شد الجلد زياده, وبرضه بتلبس الكرسي. وبعدين يقول لك الا صورتي. قلت لها يعني مش عارف ايه صورتي؟ ما هي صورتها احنا بننقلها مكانها الجديد. الناس على فكره مش فاهمه ان الصوره از سكار جلد. هو الناس فاكره الصوره دي عشان تبقى كونكتد لجوه. لا لا واصله لجوه. لا لا دي انت بطنك عامله زي البقجه والصوغ, ودي اللي قافل عليها واللي طالع قدامك الصوغ. انت وقعت بالصوغه البقجه دي وبطنك كلها تقع على الارض. هم فاكرين ان ده الثقب الاسود اللي داخل على مجرة بطنك.
ما بالظبط انا بكلمك أنا في واحدة الناس اعتقادها يعني مثلا لو مثلا وهي بتاخد دش لقت في تعويره في السره مثلا هو طبعا بليدنج بير البليدنج بير بير اسمها ايه يعني واحده فيهم بير امبلايكس البليدنج بير امبلايكس ده ممكن يكون حاجه خطيره مش قصتنا وبعدين احنا ناخد عيان فت يعني انا لما يجي عيان بقول له انا جاي نعمل عمليه دم خفيف وتخرج من عندي دم خفيف لو في اي مشكله فيك مش هعمل عمليات احنا بنتكلم عمليه تجميل بقى ضروريه في الايام دي ولازم تعملها عشان تواكب الحياه الموجوده وفي تواكب الستريس الموجود لان العمليات دي والله العظيم بتفرق في نفسيه العيانين انت انا لو شفت العيانين انا ما ببصش على الجروح بعد العمليه انا ببص على العيانه جايه لي شكلها ايه وجايه لي في المتابعه شكلها ايه فول ميك اب مبتسمه متقبله الحياه كان عندي عيانه امبارح اول امبارح متابعه الست من حقها ان رغباتها واملها واحلامها تحترم المجتمع المتقدم يا فندم تقدمه مرتبط بحاجات سيبك كتيره سيبك من التقدم عشان الزوج يعيش هو ده التقدم عشان الزوج يعيش احكي الست جات لي كنت عامل لها قبل كده حقن دهون يعني واخد دهون شد بطنه حقن دهون انا لما شفتها داخله ايه ده حد تاني وهي بنتها يعني بنتها جايه وهي بتقول لي ماما جابت لي المراره بقت احلى مني يعني بتقول لي والله العظيم ما بهرج عليك الكلام ده حصل والله العظيم الكلام ده حصل ماما احلى مني وبعدين بقى انا عاوز اعمل وست واحده ثانيه هقول حاجه جوزها يعني زوجها بيقول لي كان بيقول لها انت كنت كان فرح قريب فقال لها انت احلى واحده في الفرح اول مره بتقول لي اول مره جوزي يقول لي الكلمتين دول كلمه الستات يا جماعه ده رفقا الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير فعمليه شد البطن او نحت البطن انا بسميها شد البطن لان شد البطن كان زمان شيل الجلد بس انا بسميها دلوقتي نحت البطن نحت البطن ده احنا بنهاجم البطن من كل 100 نواحي نرجعها وضع بنت كانت 16 17 سنه قبل ما تتجوز الكلام يشمل البطن داير ما يدور يعني الظهر معانا في الظهر اقول لك حاجه بقى احنا بنتكلم بس عشان الناس تفهم الحكايه دي احنا عندنا سيدات الحمد لله الظهر بتاعها زي كلب بولدوج في كذا تانية من ورا كده عارف ان المشهد ده ممكن يخلي العلاقه الزوجيه تنهار ليه العلاقه الزوجيه مرتبطه بحركه الست قدام جوزها الست احيانا تخفي تفوهاتها وهي بتتحرك قدامه اوكي الا وهي رايحه الحمام او مثلا طالعه من باب الاوضه وعينه تيجي على ظهرها ممكن ينهي العلاقه والله العظيم انا بس هسال الموضوع ده اخبار الظهر في نهاية العلاقه الزوجيه انا بقول لك يعني كلام ما حدش هيقوله هو حد بيعرف ينهي العلاقه دلوقتي هو بياكل يعني بياكل العلاقه لما بتنتهي مش معناها ان الطلاق لا 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 معناها حاجات كتير معناها كتير بكتب البرود والبعد والفراغ اشوف بقى اشوفها تانية والقصص دي كلها الضخ من فوق بسهوله جدا حله شفط قليل قوي 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 لما بنعمل شد شد الضخ وشد اسمه بيلت بعمل داير ما يدور حوالين الجسم بنعمله للناس غالبا 90% منهم اللي هم عملوا عمليات اللي هي تحويل مسار او فقدان وزن كتير وحصل ترهلات في كل ايه جسمها ده بيبقى عندها كمية جلد زيادة انما 90% او 99% من الوضع اللي عندنا شفط ليزر وفيزر بس ينهي الموضوع كله طيب اعمل لي ظهري مع بطني اعمل لي بطني مع ظهري اعمل لي ادخلها جوه المكنة اطلعها واحدة تانية يا جماعة كتير قوي بيقول لي عاوز دراعاتي وفخادي وبطني وظهري ومش عارف ايه في عوامل كتير قوي بتتعامل معايا ما هو انت لو مقاسك قد كده عشان اشفط المقاس ده ما ينفعش على مرة واحدة لما اركز في منطقة واحدة وخلاص منطقة ولإما اشوف لك حبه من كل ايه ما انما لو واحده قد كده وجايه تظبط حاجه صغيره وصحتها كويسه وتحاليلها كويسه وكل حاجه فيها كويسه طب ما ممكن ان انا ليه بغمتس ما فيش حد عيان يخش لي يفتكر ان هو جاي يدخل من المكنه من الناحيه دي ويطلع من المكنه من الناحيه الثانيه كل حاجه وليها طريقه قبل ما امشي بقى الدراعات دي من الحاجات اللي انا بهتم بيها جدا دي جدا ودي اهم حاجه في البيت لان الحاجه الوحيده اي واحده غالبيه احنا شعب محجبات فالحاجه الوحيده بتعمل لابسه في البيت هي القمصان فالحاجه الوحيده اللي تبقى باينه في وسط قدامها دراعتها وتبقى قاعده كده ودراعتها نايمه على الراجل اللي جنبها يعني دراعها بيبقى واصل بعد ضغط ومفيش لبس يخفي الدراع خالص الدراع ده حله حاجتين لو ما فيهوش ترهل ده موضوع بسيط جدا شفط فقط وشفط بيجيب نتيجه كويسه قوي وبالذات بالفيزا جدا 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 في ترهل بقى واحنا مثلا واقفه كده دراعها وصل لحد الارض عامل زي الستاره ده بنعمل عمليه لازم في نشيل الجلد زياده زي ما اتفقنا الشد حاجه اللي بيشيل الجلد زياده والشفط حاجه تانية لما مفيش ترهل لا اشفط
بشفط اي كميه غاها هيكش، وخصوصا بقى لو سنك صغير والكلام ده كله لسه في العشرينات والكلام ده كله، لا تشفط كل ده هيرجع ويبقى دراعك مكسوم. انما لو في ترهل جامد نشد الجلد والموضوع بيبقى فتحه صغيره في حز في حز الكم من هنا او بتبقى تحت البطن لو كميه الشد قليله. فالدرعات دي حاجه مهمه جدا جدا. انت بتنورنا كالعاده وبنسعد بهذا اللقاء الممتع جدا. وانا بسعد بسعد بيك يا دكتور ايمن، كل مره انت اللي بتربط الكرافات. انا غيرت رابطه الكرافات النهارده للدكتور حاتم. الدكتور حاتم كان جايب براب بطريقه معينه، تقول لا انا انا هعرض هقول لك، اصل انا استاذ في رابطه الكرافات. انا عارف انت قلت لي في فور هاند وفي باك هاند وفي لا فور هاند وفي راوند وفي حاجات. انا هقعد معاك اشوف يعني لا، ودي الفور هاند دي واحده من اشيك طرق ربط الجرح. انا قلت عليها دكتور يا باشا. انا موافق. ربنا يخليك يا دكتور. كل طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا على ان مدينا من وقتك وعلى انك اضفت لنا اضافه كبيره جدا في الحوار وفي الامتاع وفي الحضور. ما شاء الله يعني الجماهير بتحبك، الناس بتحبك، وده شيء مهم جدا انهم يحبوا الكلام، لانه لما يحبوك هيبداوا يفهموا. وطبعا لما يكون واحد من اسطف الجامعه بيشرح بالطريقه دي بيخلي كمان الناس تتقبل، انه كان الناس عندها اعتقاد انه الدكاتره في عالم اخر، لا، وانه اسطف الجامعه في عالم غير عالم، يعني اللي هو بقى ايه في المجره الاخرى. لا بالعكس، لا انا لازم انزل لمستوى العيان، مش انزل لمستوى العيان، اتكلم بالطريقه اللي هو يقدر يفهمها بالظبط، لان انا بتكلم عن نتيجه مش بتكلم على زياده ومره عشان اخلص. انما بتكلم عن نتيجه لازم يفهم. انت نورتنا ربنا يخليك. كل شكر وتقدير للضيف العزيز الاستاذ الدكتور حاتم السحر، استاذ واستشاري جراحات التجميل، استاذ بكليه الطب جامعه القاهره، وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، وعضو الجمعيه الامريكيه للتجميل والحروق، وعضو الجمعيه المصريه لجراحات التجميل. خلي بالكم من ستاتكم، الست دي اجمل حاجه في الدنيا. خلي بالك من الست بتاعتك وحافظ عليها وظبط كل دفوهاتها اول باول، هي اهم عندك من اي حاجه. في ناس كتير قوي بتهتم بعربياتها وباليخت بتاعها وبالفيلا لها، او بيهتم بنفسه اناني، او بيهتم بواحده عارفها بره. يا اخي لا، اهتم بمراتك يعني. خيال اللي هي الاثنين. We will be back again.